قبل بس ما نكمل أخبارنا كابتن يمكن موسيماني فكرني بعمر محب عمر محب المترجم الخاص بكوتش موسيماني اللي بنتمنى له ألف سلام سلامات يعني بنقول له سلامات لأنه بيخضع لعملية جراحية وأنا افتقدته امبارح في المؤتمر الصحفي يعني <applause> فإحنا بنوجه له يعني تحياتنا بنقول له ألف سلام عليك يا لا عمر لأنه لا, لا عضو مهم جدا الناس بتقول لك مترجم طبعا لكن عضو مهم جدا جدا في الفريق وبيقوم بأدوار أكتر من رائعة مش بس على مستوى الترجمة إيه لا خالص لا, لا, لا مش هو بس يعني عشان بس الناس خلي بالك آه يعني. مهم جدا كمان ان المترجم مم. يكون فاهم كوره الناس مم. هو ما بيترجمش كده ترجمه لا مم. الترجمه ل... 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 لواحد عمره محب يبقى سنوات طويله في هذا المجال وبالتالي عارف من المصطلحات الكوره ايه يعني أيوة. الترجمه بتفرق شويه ممكن يقولها باللغه العاميه لكن اللعيب لازم يستوعب اللي بيقول المدرب بشكل كروي ألفاظ كروية بشكل كبير نتمنى له السلامه ان شاء الله يا رب إن, الله. ان شاء الله يرجع تاني و... إن شاء الله. وينور المؤتمرات الصحفيه بتاعت موسيماني ان شاء الله